انا امبارح احتفلت بيه مع الاسره كلها، وربنا يكرمه يا رب. كلنا بنحبه وبنحترمه وبنحبه جدا وبندعي له ربنا يحفظه، الجائزه الجايه بقى احسن لعيب في العالم. تخلي الدنيا تمشي وتخلي كلامها يمشي عليك، ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بإيديك. هتفكر ليه ده الموضوع فيك، ده الموضوع ما تقولش ظروفي والله ما مساعدة ما مساعدة، وتحبب نفسك كده في القعدة علشان في أقل منك كتير بدأوا من تحت الصفر وعدوا، ولا تيأس يا ابني في رب كبير لينا رب. وقوم اكتب احلامك على الحيطه، وكل ما تحقق حلم روح امسك قلمك وعلم عليه. حياتك قصه فيلم ليه ما تكونش بطلها
الأرض مش واقفة وبتدور وكل واحد فينا ليه دور وبعدين هتعمل ايه وهتروح فين